تحية مرة تانية ليكم مشاهدينا، وعودة مرة تانية للمشهد الانتخابي داخل محافظة الجيزة. وبيسعدنا يكون معانا من داخل مدرسة الشهيد عميد علي أحمد فهمي معالي المحافظ اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة. بنرحب بك يا فندم معانا على شاشة ام بي سي مصر. كل سنة وحضرتك طيب ومشاهدينا الأعزاء بخير والحمد لله. في البداية فندم، احنا لاحظنا تواجد حضرتك في اللجان ويعني تتبع العملية الانتخابية والتأكد من سير العملية الانتخابية بشكل جيد. كلمني عن أهم الملاحظات اللي قمت بيها أو اللي لاحظتها خلال الجولة يا فندم. احنا يمكن قبل العملية الانتخابية الاستحقاق الانتخابي عقدنا مجموعة من اللقاءات مع الأجهزة التنفيذية المختلفة في المحافظة، كان الهدف منها ان احنا نتأكد تماما من تطبيق يعني تواجد يعني المعدات اللوجستيات المطلوبة في الانتخابات، بالإضافة طبعا احنا عندنا ظروف جائحة كورونا اللي بتمر بها العالم كله ومصر. فالحمد لله يعني كان تأكيدنا الأساسي ان لابد من توفير يعني الأجراءات الاحترازية الكافية داخل اللجان. الحمد لله احنا مرينا امبارح وتأكدنا من هذا الكلام من موجود قبل الانتخابات. النهارده بنستكمل مرورنا على اللجان الانتخابيه، والحمد لله الامور مطمئنه، لمسنا فيه اقبال من المواطنين، ونامل انه يستمر هذا الاقبال للادلاء بصوتهم في انتخابات مجلس الشيوخ الغرفه الثانيه للبرلمان. ودي يعني شيء مهم وشيء ضروري وواجب وطني على كل مواطن، واحنا عهدنا هذا في المواطن في محافظة الجيزة. نأمل ان هو بنقول له كل الإجراءات موجودة لراحتك سواء خارج اللجان او داخل اللجان. حتى النهاردة يعني وسائل المواصلات اذا كان هو يعني ظروفه الصحية لا تسمح ان هو ينزل وعايز وسيلة مواصلات يتصل بغرفة عمليات المحافظة، واحنا عندنا وسائل مواصلات متاحة وموجودة ممكن نحركها عليها حركة على طول ان هو وتجيبه لغاية اللجنة وترجعه تاني لمقر اقامته. فيعني احنا يعني بنوفر كل ما يطلبه المواطن ما عليه انه هو يمارس دوره. وانتوا حضرتك يمكن لمستوا وشفتوا النهارده الامور شكلها قد ايه. حضرتك النهارده من اماكن انتظار، تباعد، مطهرات، تنظيم، فالحمد لله الامور على ما يرام. معالي المحافظ، لو اتكلمنا طبعا اتكلمنا عن جائحه كورونا، وطبعا كلنا يعني بنواجهها بشكل كبير، وطبعا احنا في المشهد الانتخابي النهارده، عايز اعرف من حضرتك ازاي بيتم التعامل مع هذه النقطه، وخصوصا في موضوع هل عربات الاسعاف متوفره، هل في تنسيق ما بين المحافظه وما بين وزاره الصحه، ازاي بيتم التعامل يا فندم؟ طبعا حضرتك عارف من بدايه جائحه كورونا في تنسيق كامل بين وزاره الصحه والمحافظات، ودي توجيهات القياده السياسيه وبنتابعها يوميا على الارض. يعني يوميا يمكن في على الاقل 3-4 اتصالات يوميا ان لم يكن في لقاء او اثنين مع وكيل وزاره الصحه في الجيزه، وبنتابع كل ما يجرى على الارض. ويمكن الحمد لله الفتره اللي فاتت يعني بعد ما كان في ارتفاع في اعداد المصابين في المحافظه بدأنا نشهد الحمد لله تراجع ملحوظ في هذه الأعداد. نأمل أن هيستمر هذا التراجع وإن شاء الله إلى أن نصل إلى زيرو إصابات. هو طبعا كل اللي بنأمله أن المواطن يستمر في الالتزام بالإجراءات الاحترازية سواء في الكمامات أو التباعد والتباعد عن التزاحم والكل اللي احنا عارفينه. طبعا يعني الصحة قايمة بدور كبير في هذا الموضوع، المستشفيات جاهزة ستاند باي بتقدم خدماتها على مدار 24 ساعة، واحنا يمكن عندنا 23 مستشفى بتقدم هذه الخدمة وبنتابعها يوميا، وفي مرور عليها من مني ومن نواب المحافظ ومن مسؤولين ومن وزارة الصحة ومن مديرية الصحة هنا في الجيزة، والأمور على أفضل ما يرام الحمد لله. إجراءات الاحترازية موجودة، يعني حضرتك النهارده بنلاحظها في المواصلات العامة، بنلاحظها في التردد على الأماكن الحكومية، كلها ما زالت مفعلة ومطبقة هذه الإجراءات. من المهم ومن يعني من اللازم وجود الجهات التنفيذيه في على ارض الواقع لي يعني ملاحظه سير العمليه الانتخابيه بشكل واضح وبشكل صريح. يعني هنتكلم عن عمل غرفه العمليات داخل المحافظه، اليه العمل داخل الغرفه دي، وكمان هل تم يعني ملاحظه اي نوع من الخروقات او نوع من المخالفات اثناء عمليه الانتخابيه؟ حضرتك يعني انت يعني اشرت ان الاجهزه التنفيذيه موجوده في اللجان الانتخابيه، هي موجوده خارج اللجان الانتخابيه، تؤدي دور تنظيمي فقط ودور يعني تقديم الخدمه للمواطن،
دون التدخل في العملية الانتخابية. ويمكن في تعليمات مشددة للأجهزة التنفيذية أنها تبقى على الحياد تماما وبشفافية تماما بعيدا عن أي تدخل في العملية الانتخابية. دورها دور تنظيمي، دور الهدف منه راحة المواطن، تقديم الخدمة للمواطن دون أي تدخل في العملية الانتخابية. فيما يتعلق بغرفة العمليات، احنا عندنا غرفة عمليات موجودة في المحافظة ممثل فيها كافة الأجهزة المعنية، كافة الأجهزة المعنية بتقوم بدورها وتتابع الحالة على مدار اللحظة. والحمد لله لم نرصد أي خروقات، لم نرصد أي سلبيات. نتمنى إن شاء الله بإذن الله أن الأمور تكون يعني على مهرام في اليومين. يعني كل اللي بنأمله وبنأكد عليه هو العملية الانتخابية لن تكتمل ولن يكون لها الصدى الملموس إلا باستجابة المواطن ومشاركته في الانتخابات، واللي احنا بنراهن عليه ومتأكدين إن شاء الله بإذن الله أنه هيقف جنب بلده وهيقف جنب مصر إن شاء الله في ظل هذه الظروف، وهيثبت للعالم كله أنه هو يعني متحمل مسؤوليته زي ما الدولة والقيادة السياسية متحملة مسؤولياتها والأجهزة كلها متحملة مسؤولياتها، المواطن متحمل مسؤوليته أنه يؤدي واجبه الوطني. شكرا لحضرتك.